الله يبارك فيك. يعني مصطفى حليم برضه مشروع التوشن مختلف تماما عن الجو، بيناقش القضايا اللي مرت في المنطقه مصر من زاويه مختلفه، قراءه مختلفه، بكشف حاجات جديده. بالنسبه لي للشخصيه اللي انا هقدمها اللي ما اقدرش اتكلم عليها دلوقتي لانه لازم استاذن الشركه الكبيره وما اقدرش اتكلم بشكل عام، لكن الشخصيه اللي هقدمها شخصيه شهيد وكان ليها تاثيرها الكبير كتير من الاحداث اللي حصلت، الكشف والتفاصيل كتيره. يعني ده اللي هتشوفوه من اختيار وبسبب الشخصيه، بسبب اهميه الشخصيه واهميتها بالنسبه لي انا بعد ما طلعت وقعدت مع مصطفى شاهين حسيت انه تكريما ولو بسيط مني ما عملش حاجه جنب الشخصيه دي في رمضان. انا كنت عايز احنا وصلنا عمل الدور اللي عايز نقول خلال دوري كان ورا الاوبر احنا شايفينه زي ما انتم شايفين شايف البطل الحقيقي ويستحق تكريم. قبل اختيار اثنين غبت فتره، كان ايه السبب؟ كورونا هي السبب؟ ما كانش اختفاء على قد ما هو كان في، يعني هو كان في اختفيت عن الايفنتس، اختفيت عن المهرجانات بسبب الكورونا بصراحه. يعني انا يعني التزمت بقواعد الاختباء داخل البيت. كنت هنا في مصر ولا سافرت؟ لا لا ما حدش عارف اسافر، كنت موجود في مصر. تمام. كنت انت علقت على فكرة توقف مسلسل الملك وقلت ان هو اتمنى ان هو يكون توقف مش وقفا. ايه رأيك في فكرة انه المسلسل كان هيتعرض في رمضان وفجأة يتم تأجيله؟ والله الموضوع كتلب احسن على السوشيال ميديا، مش مستني رأيك. كل حاجة ليها ايجابي وسلبي. ممكن انا الفترة دي كان في فرصة اني اقضي في البيت وقت اكتر مع الاولاد مع العيلة. المنافسة السنة دي قوية جدا، شايفين منى زكي ايه راجعة، شايفين منافسات قوية قوي، فشايف مين انت نفسك تتفرج على مين فيه؟ انا شايف انه احنا هنستمتع باعمال مهمة. انا شايف مجموعة كبيرة من الاعمال، في ممثلين تقال، في اعمال مهمة، في حاجات اكيد هتقال. فانا برضو فرصة انه انا مش داخل بصور في رمضان فهستمتع كمشاهد السنة دي. هتتفرج على رامز مريض نفسي ولا متابعش رامز؟ والله هتفرج على كل حاجة اللي هقدر اتفرج عليها هتفرج عليها، كل ما اقدر اتفرج على حاجة هتفرج. انت مع هاشتاج نتفرج وبعدين نحكم؟ هي يا مع يا ضد، يعني فيش حاجة في النص. اسألني سؤال في النص انا هجاوب. رأيك ايه في مسلسل عمرو يوسف؟ شايف انه يستمر ولا لا؟ هل تضمن لي انه رأيي يكون في معتدل وموضوعي؟ الرد الفعل على ردي.